شوف، أنا في رأيي أن البرلمان يعني تراجع كثيرا عن أدائه لمهامه، والموضوع المحدد في الدستور وفي قانونه الداخلي، وذلك بسبب ما أشرت إليه من حالة الفوضى وعدم الانسجام الأدنى بين عدد كبير من النواب. ويصعب الآن معناها إصلاح وضع البرلمان. يعني أنا بدأت يعني أميل إلى أنه معناها تصحيح مسار البرلمان وخلق حالة من الانضباط داخله أصبحت مطلب بعيد المنال. وربما في يوم من الأيام عندما يقع حل البرلمان ويقع إعادة انتخابات جديدة في ضوء قانون انتخابي جديد، فإنه يمكن أن ينبثق عنه تلك الانتخابات، يمكن أن تنبثق عنها برلمان إلى حد ما قادر على الفعل. أما الآن فالصراعات والحسابات وعملية الثأر وخطاب الكراهية الذي يروج داخل البرلمان، فإنه لن يسمح لهذا البرلمان أن يكون في مستوى تطلعات التونسيين وأن يلعب دوره المطلوب. البرلمان يشهد أحيانا بعض مظاهر الفوضى، ولكن بعض التجاذبات هي طبيعية. ولكن هل يؤثر هذا على أداء المجلس ومنتوجه التشريعي والرقابي، أم يؤثر بصورة رئيسية على صورته؟ حسب رأيي المتواضع وبالنظر للإحصائيات التي قدمها الجهاز الإعلامي للمجلس بالأمس، التأثير الأساسي هو على صورة المجلس وعلى تقييم الرأي العام لما يصدر عن النواب. هذا التأثير سلبي. أما التأثير الذي قد يفاجئ البعض فيما يخص أداء المجلس، فأداء المجلس في الدورة الحالية أفضل من الدورة الفرد، رغم كل هذه المظاهر من الفوضى ومن التجاذب وأحيانا من التجاوزات غير المقبول. هو ما يمكن ملاحظته في علاقة بعمل البرلمان الحالي في تونس، أنه تقريبا منذ الجلسة الافتتاحية في أواخر سنة 2019 يعني تحول هذا المكان إلى حلبة للصراع ما بين عدد من النواب، يعني تختلف مواضيع الصراع لكن شخصيات الصراع وأدوات الصراع هي ذاتها. قلنا أنه تحول إلى حلبة صراع بين النواب، يعني هذا أثر بشكل كبير جدا في صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام التونسي، وأثر أيضا سلبيا في علاقة بكل الطبقة السياسية، لأن الرأي العام التونسي أصبح يعني ينعت بالطبقة السياسية بأبشع النعوت نظرا لما يحدث داخل البرلمان. هذا في مرحلة أولى. في مرحلة ثانية، ما يحدث داخل البرلمان يعني في علاقة بالصراعات والفوضى الحاصلة بشكل يومي تقريبا يؤثر بشكل كبير جدا حتى على عمل الحكومة، لأن الحكومة تحتاج في حياتها اليومية إلى مشاريع قوانين تقدمها إلى هذا البرلمان، وخاصة منها مشاريع القروض. يعني الفوضى الحاصلة داخل قاعة الجلسات العامة أو في اللجان أو حتى في كواليس البرلمان تعطل المصادقة على هذه القروض، وهو ما يؤثر بشكل سلبي وبشكل مباشر على عمل الحكومة. ويمكن في هذا السياق أن نقول أن بعض القروض التي تمت المصادقة عليها يعني هي تتعلق بأجور الموظفين للأشهر القادمة، وتعطيل الجلسات العامة التي تخصص للمصادقة على هذه القروض يعني يمكن أن يدفع حتى إلى فوضى اجتماعية. وبالتالي نقول أن الفوضى الحاصلة في البرلمان تؤثر على الحكومة، تؤثر على الرأي العام، وتؤثر على الملف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في تونس، وبالتالي فإنها تؤثر على عموم المشهد في تونس.